أعوذ بالله. خلي لأن هذا يوجعني هذا الملف. على كل حال هذا يوجعني. بعد جهد جهيد الحكومة قد تكون أنصفت هيئة رعاية الطفولة وخصصت لها 500 مليون دينار، 500 مليون وقبلنا ماشي. تروح مجلس النواب يسويها 63 مليون دينار. تروح المجلس النواب يسوي 563. تصور. اي مو احنا بعد ما عندك نشاطات. هذه نعم. مشاركة بالجريمة. 63 مليون نعم. دينار ما تكفي 3 مليوليادات عشاء. ومن نقول يا بالطبقة السياسية انتو بوادي او شعبكم بوادي، يجيك واحد يقول لك يا بجدعوة شي يسوي 63 تخصيصات لطفولة مغتصبة ولطفولة مشردة ولطفولة متسولة. لكن اتمنى من الله هذا اللي يوقع القرار باكر مرته وابنه يجدون بالشوارع، ومو بعيدة عند الله. اللجنة المالية، اللجنة المالية في مجلس النواب احكيها وكل شجاعة. والله اللجنة المالية في مجلس النواب اللي يتقصد هاي الطفولة نعم. المحرومة لتطلع بجهالة. واتمنى من الله مو شامتا نعم. اعوذ بالله. خلي لان هذا يوجعني هذا الملف. على كل حال هذا يوجعني.